حياكم الله مشاهدينا إلى موجز لأهم الأنباء. أكدت وكالة بشرى الإخبارية إصابة أحد أفراد حرس المنشآت النفطية إثر قصف ميليشيات الكرامة لمنطقة الهلال النفطي ليلة الأحد. الذراع الإعلامي لسرايا الدفاع عن بنغازي ذكر أن القصف كان باستخدام صواريخ من منصة نصبت في منطقة البريغا، مشيرا إلى أن قوات السرايا لم تتأثر ولا زالت تحافظ على تمركزاتها بالكامل. ونقلت وكالة بشرى الإخبارية استنكار السرايا لاستهداف حفتر المنشآت النفطية ومحاولة تدميرها وتجديد تأكيدها ملاحقة ميليشيات الكرامة واصفة إياهم بالمجموعات الخارجة عن القانون. أكدت وكالة بشرى الإخبارية إصابة أحد أطفال منطقة النوفلية إثر قصف طيران ميليشيات مجرم الحرب حفتر للمنطقة عشوائيا. الذراع الإعلامي لسرايا الدفاع عن بنغازي أوضح أن قصف طيران الميغ التابع لحفتر أدى إلى إصابة أحد المنازل وبعض المزارع بمنطقة النوفلية إضافة إلى ميناء السدر النفطي. استنكر حرس المنشآت النفطية الغارات الجوية بالقرب من خزانات السدرة مما أسفر عن مقتل أحد أفراد كتيبة الإسناد المكلفة بتأمين حظيرة الخزانات وأضرار مادية بالحظيرة. الحرس في بيان له نشد كل الأطراف أن تحمي المدنيين بمدن الهلال النفطي وأعرب عن قلقه حيال سلامتهم، وطلب الحرس في البيان بوقف التصعيد العسكري بالهلال النفطي وحظر تحليق الطائرات فوق الموانئ والمنشآت النفطية باعتباره غير قانوني ويجب أن يوقف. أفادت مصادر من منطقة راس لانوف تعرض مصنع شركة راس لانوف للنفط والغاز الاثنين إلى أضرار وخسائر مادية جراء سقوط قذائف متفجرة عليه. المصادر أشارت إلى أن أضرارا مشابهة لحقت بالبنية التحتية لعدد من المرافق النفطية الأخرى في المنطقة إثر قصف من قبل عصابات الكرامة. هذا ولم تعلن الشركة النفطية المحلية بعد عن الأضرار وحجمها وما سيترتب عليها من آثار. قال الناطق باسم الهلال الأحمر الليبي فرع جدابيا منصور عاطي إن 40 قتيلا و26 جريحا سقطوا من قوات مجرم الحرب خليفة حفتر منذ بدء الاشتباكات في منطقة الهلال النفطي. وبين عاطي أن القتلى وصلوا إلى مستشفى محمد المقريف بمدينة جدابيا على مراحل منذ بدء الاشتباكات مع قوات سرايا الدفاع عن بنغازي. وكان مصدر بجهاز حرس المنشآت النفطية قد أفاد بمقتل اثنين من منتسبي الجهاز جراء قصف جوي للطيران التابع لمجرم الحرب خليفة حفتر مساء الأحد والذي استهدف ميناء راس لانوف. ختام الموجز في أمان الله.